أنا أبو حمزة زكريا من حي القدم. أخي بالمختصر آخر ما جرى معنا أن النظام أرسل لنا خلال 12 ساعة أو 24 ساعة بدي رد نهائي إما القتال بالمنطقة أو الخروج. فالقتال بالنسبة لنا يعني ثمرته معدومة. نحن حوالي 200 مقاتل بحي القدم، منطقتنا طولها كيلومتر وعرضها كيلومتر، أقبية مو موجودة، طبيب مو موجود. فنحن الحل الأسلم أنه ننجو بشبابنا، نحافظ فيهم، وبعدين ممكن أنه الله يقضي أمر كان مفعول. قررنا الخروج، خرجنا، كان في مؤامرة من داعش ومن النظام، خرجنا بسلام منها من فضل الله مع بعض إصابات، 3 أو 4 إصابات كانت طفيفة. خرجنا تقريبا النظام يعني عذبنا بالخروج، خلانا بالباصات قبل ما ننطلق 9 ساعات بوضع في اطفال وفي نساء وفي مرضى. بعدين يعني من فضل الله وصلنا. تقريبا الرحله استغرقت شيء 20 ساعه. نحن الان في قلعه المضيق، الان وصلت 30 حافله تقل 1055 شخص مهجرين قصرا من حي القدم مدينه دمشق. الحمد لله رب العالمين، وصلنا بخير وسلامة بعد حصار دام 4 سنين بين داعش والنظام، وكان وضعنا الطبي يعني سيء وحصار خانق، والحمد لله وصلنا بخير وسلامة. السياسة الأخيرة اللي اتبعها النظام حتى توقف؟ السياسة اللي اتبعها بينه وبينه انه صار يضغط علينا من الدواعش، صار يضغط علينا من الدواعش. الطريق كيف كان؟ الطريق كان منيح، بس اول شيء تلبكنا، قعدنا 10 ساعات على الاستراد، بعدين فصلنا. ما زال مسلسل تهجير القصري مستمر، الان وصلت 30 حافله الى قلعه المضيق تقل 1055 شخص من اهالي حي القدم، بينهم 4 حالات مصابين اصابات حربيه، هم مدنيون، احدهم مصاب بحاجه الى فتح بطن اسعافه، تم توجيهه الى مشفى قريب، وبقيه الاخوه المهجرين الان يتم تامينهم في باصات ونقلهم الى مراكز لواء مؤقته. نحن في جبهة تحرير سوريا قمنا بالإجراءات الأمنية المناسبة واستنفار لكافة عناصرنا لحماية الوافدين من حي القدم الدمشقي، ولقد ساهمنا بمساعدة المنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية للقيام بعملها على أكمل وجه، ونحن جاهزون للقيام بأي عمل لتخفيف الضغط عن إخواننا الوافدين إلينا من حي القدم الدمشقي، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم من الصابرين الثابتين المحتسبين إن شاء الله.
Şu anda Guta'dan tahliye eden aileleri karşılıyoruz. Şu anda 1200 aile buraya geldi. 1200 aileyi 2500 acil yardım paketi ve toplamda 2500 kişiye yetecek meyvelerle onları karşıladık. Su ihtiyaçlarını giderdik. Allah'ın izniyle gün içerisinde tahliyeleri yine burada bekliyor olacağız. Aileleri burada karşılayacağız. İnşallah İHA İnsan Yardım Vakfı olarak her zaman Suriye halkının yanında olacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Allah sizlerden razı olsun. İHA İnsan Yardım Vakfı olarak gün içerisinde burada dağıtımlarımız arkada gördüğünüz gibi devam edecek. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. والله يا ابن حلال نيمونا بالسيارات 24 ساعة وكان الوضع صعب شوي يعني وأخذوا مصادرات أخذوا لنا لابتوبات وما لابتوبات كل شيء أجهزة كهربائية أخذوا منا والحمد لله اللي وصلنا الله يجزيكم الخير نحن الآن كفرق دفاع مدني في استقبالهم لتقديم ما يلزم من خدمات أولية وإسعافية لبعض المصابين في ضمن القافلة. طبعا تم نقل أكثر من مصاب إلى المشافي القريبة في المناطق المحررة لتلقي العلاج المصابين إما مصابين حرب أو بعض الذين يريدون تلقي العلاج. وصل عدد الأشخاص القادمين من الحي المذكور إلى 1050 شخص تقريبا إلى نقطة الوصول في قلعة المضيف. نحن في هيئة مهاجري دمشق وريفها في الشمال السوري قمنا بالتعاون مع منظمات العمل الإنساني في الشمال السوري بإعداد استجابة طارئة لأهلنا من حي القدم الدمشقي والذين هجروا قصرا من ديارهم بفعل النظام المجرم وحليفه الروسي والإيراني. إننا نشكر جميع المنظمات في الشمال السوري على ما قدموه وبذلوه في سبيل الاستجابة الطارئة واستقبال أهلنا من دمشق وريفها.